نايس كوكر ده خطير حلو جدا. انا حاسه انه فليم نيوكلاين قصدي. ما هو تبع المصنع بتاع نيوكلاين وعليه ضمان زي نيوكلاين 36 شهر 3 سنين. والله دي شريحه واخدها شركه الامراء الاربع حلل والجريل. يعني نايس كوكر ده نيوكلاين. نيوكلاين. طب افتح بقى ورينا ده 9 قطع اربع حلل وجريل يا جماعه. دي حله 32. 32؟ انت صدمتني. النقلية ما فيش حلة 32 بالظبط. دي اكبر حلة فيه 32. حلة يا جماعة ضخمة. انا لسه بقول لكم ضخم زي النيوكلاين. يعني بصوا بجد الحلة ضخمة. انا بعدت لكم شوية عشان تشوفوها. هو تيتانيوم. أيوة. هو دي الاشكال الجديدة للتيتانيوم بالنسبة للنيوكلاين. لكن الناس بتقول عليه جرانيت بس ده تيتانيوم. شوف عامل معاكي 3650. والحلة 32. 32. ما شاء الله. دلوقتي احنا واقفين تحت كوبري الازهر في وشنا موجود اهوت الهلال والنجمه على الناصيه يعتبر جنبها على طول في نفس الصف شركه الامراء واخده وجهه ما شاء الله كويسه جدا هتبقى باينه قوي اول ما تقفوا هتشوفوها وناحيه اليمين لما تكملوا هتلاقوا بنك مصر وجامع البنات انا عايز اقول لكم في كذا حاجه اهو مميزه جنبهم سهل جدا انكم توصلوا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. شريف باشا منور. كل سنه وانت طيب. احنا النهارده ما شاء الله شايفاك راسس لي راسه براندات وشغل محترم جدا النهارده وما شاء الله يعني حاطط لنا تشكيله حلوه قوي يا جماعه جايب لنا قطقم جديده عايز اقول لكم الطقم ده اول مره اشوفه وهاس شيفر موجود معانا والزينوكس والبونيره الالدو ده نازل جديد معانا ومعانا اللاينز ومعانا الاجدنز ومعانا سافلون ونيو فليم بكل التشكيل بتاعهم موجود معانا النهارده من عند سنتر الامراء. شريف عايزك تقول للناس احنا فين وصف لهم المكان. احنا بدوار بنك مصر شارع الازهر. تمام. عند بنك مصر جنب الهلال والنجم مباشرة الثاني. تمام. الهلال والنجمة يا جماعة احنا دور اول علوي يعني انت لما تقفي جنب الهلال والنجمة بصي فوق هتلاقي سنتر الامراء كده الفاترينة بتاعته كبيرة اطلعي بقى عايز اقولك هتلاقي تشكيل من كل حاجة تخص العروسة كمان احنا عاملين عروض تقريبا على كل حاجة موجودة في المعرض احنا بنصور جزء حاجة انت عايزاها والبراندات بالذات عليها عروض جدا جدا برضو تناسب كل الجميع. طب احنا عندنا شحن. في شحن لجميع المحافظات. حلو قوي. الشحن معانا من اول قطعة. اي اول قطعه زي الكميات يعني الشحنه معانا الاوردر على حسب ما انت عايزه. وميزنا بقى بالاسعار ولا انتوا غبتوا علينا اول مره دي احنا من العيد اللي فات ما صورناش عشان نزغرط بس المتابعين بتوعنا والمشاهدين نضبط لهم السعر ان نبقى اقل من السوق كله. تمام دايما يا رب وانا عارفه ان انتوا اقل من اي حد وعارفه ان انتوا تشكيلكم غير اي مكان تاني يا جماعه بجد كل التشكيل موجود انسي ان انت تيجي عند الامراء وتلاقي حاجه مش موجوده. شريف هنبدا من فين؟ هنبدا من الاقلام. يلا بينا. طبعا زي ما قلنا كل حاجة عندنا فيها شحن وسايبه لكم الارقام على الشاشة للتواصل مع سنتر الامراء الشحن للقاهرة الكبرى والمحافظات وبيفتح لنا بقى حلة نيو فليم اول حاجة خلينا نقول العرض ده دول اربع حلل خمس حلل وقلاية اربع حلل وقلاية ومسكتين المسكتين مش محسوبين ضمن القطع يا جماعة الوان الوان النيو فليم كتير معانا البيج ومعانا الروز ومعانا والرماد البيج والرماد والروز ثلاث الوان. طيب ده اللي هو الشكل الجديد بتاعه النيو فليم اللي هو مكتوب هنا. طبعا الحله من جوه جرانيت ناعم جدا واليد بتاعتها منها فيها تقدري تستعمليها زي طاجن تدخليها الفرن زي ما هي كده والنيو فليم كوري يا جماعه بيبقى جرانيت بره وجوه بالظبط كده اهو النيو فليم موجود كوري الحله مقلوبه تمام اعدلها لي كده يا شريف. الغطا جرانيت والحله نفسها جرانيت وبره وجوه جرانيت طبعا النيو فليم ما شاء الله عليه الله اكبر يعني براند معروف في السوق وعندنا منه تقريبا كل التكوينات موجود ال 11 وال 10 وال 9 وال 14 تمام وفي الثمانيه بتاعه الاربع حلل اربع حلل. حلل تمام ده خمس حلل والقلايه اربع حلل والقلايه 1 2 3 4 اربع حلل صح وقلايه طيب ده بكام؟ ده بيبقى عامل معانا في العرض بدل 9800 عاملينه في العرض ب 8450. ده يا جماعه الطقم ده 8450 النيو فليم التسع قطع لو عاجبك اتصلي على طول واشحني وما تستنيش كتير على الفيديو يعني اول ما الفيديو ينزل عجبك حاجه اطلبي على طول او تعالي على طول وعندنا بالظبط كده كل الاعداد 14 وال10 وال11 وال8 تمام ال 14 هيبقى سعره عامل 13350 تمام ومعايا ال 10 عامل 9850 حلو قوي وكل حاجه وليها سعرها
الناس اللي بتسمع الاسعار وبتتخض. احنا بنتكلم في براندات نيوفلام وسافلون، اعلى براندات موجوده في السوق، تمام؟ انت هتشتريهم من بره اغلى من كده، عشان بس ما تتخضيش، انت هتجيبيهم من بره اغلى من كده. احنا هنا عند سنتر القمرة حاجه انواع تاني برضو، جرانيت، سيراميك، خلاف ان النوفلام عندنا اسعار تانيه اسعارها متوسطه مش رخيصه زي الاجدنز واللاينز والحاجات دي كلها، وفي حاجات تانيه اسعارها قريبه برضو موجوده معانا. يعني احنا عندنا اسعارنا في الحلل يا عندنا ان شاء الله من كام؟ الاسعار في الحلل الجرانيت تبدا من معاكي من 1450 جنيه وانت طالعه. 1450 في انواع متناوله للجميع. حلو قوي. يعني 1450 دول اربع حلل وجرانيت. حلل وجرانيت. وجرانيت. جرانيت في منه تيفال وجرانيت وسيراميك، الثلاث موديلات موجودين. تمام حلو قوي. يعني لو اي حاجه عايز من وتركي يا شريف. عندنا التركي اربع حلل وجرانيت يعمل معاك 2350. تمام. في منه تيفال وجرانيت وسيراميك. حلو قوي ما شاء الله. الاعداد الكبيره برضه يعني هي حابه اعمل لكم فيديو ساعة. تاني خلينا نعمل معاك بقى او مع احمد اللي تقلان علينا مش عايز يجي من البلد ده. ان شاء الله طبعا. يعني انت مظبطنا في العروض وانت عارف انا بحب عروضك يا شريف. طيب خلينا متفقين ان احنا ان شاء الله نعمل فيديو تاني للحلل اللي هي اسعارها قريبه، عشان الناس بيبقوا اللي عايز كده يشوف واللي عايز كده يشوف. يعني ان شاء الله بالفتره الجايه اسبوع جاي بامر الله هنعمل فيديو بتاع عيد الاضحى وكده، فهننزل فيه الاسعار، هنعمل فيديو في الرصيص وفي الغالي. تمام. برضه عشان كل واحد نفسه في حاجه في التناول الجميع. بالظبط يا ريت. اه ونبي يا شريف. طيب هنشوف ايه تاني؟ ده تيفال 21 حته. استيراد شركه الامراء. اكتيف اهو ده يا جماعه، اكتيف اهو او اكتيف واستيراد شركه الامراء. اي حاجه تلاقي عليها اللوجو بتاع الامراء واسم الامراء ده استيرادهم، وسعره بيبقى مميز جدا عن اي حد تاني. ده اربعه حله وصينيه وصينيه بسبوسه وجلي وطاجن وميلايه ولبانه وسطاسه كريب وطعم التوزيع بتاعه. تمام. ده معانا 21 قطعه. ده كده احنا فتحنا الطقم بتاعنا، قلنا دول اربع حلل وصينيه مدوره وصينيه مستطيله وطاسه كريب وصينيه بسبوسه وجريل ولبانه وطقم توزيع وطاسه وبتاعه الكريب. اه تمام. ده كده 21 حته. 21 قطعه تمام. هو انا كنت بسال في كده. الغطا ستانلس والحله ايه؟ ده تيتانيوم ولا تيفال؟ تيتانيوم. ده تيتانيوم. بصوا يا جماعه ما شاء الله حلو قوي، وما شاء الله يعني السمك بتاع الحله باين من هنا اهو، شايفين؟ طيب تعالوا بقى نشوف من تحت. اه ميد ان تركي اهو ما شاء الله جميله، ومقاس الحله موجود واسم البراند موجود وحاجه محترمه جدا، والحله نفسها تقيله على فكره ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله حلوه. برضه بيقول لك يعني الحله دي بتسيح بتاع دي اللي دم سيليكون. دي سيليكون بتسيح مش مع درجه النار. اه يعني بس ما تدخلش الفرن. لا هي ما تدخلش الفرن. اه بس هي تتحمل معاكي الحراره. درجه الحراره يعني مش تقول لك ايه تقول لك ده بلاستيك، لا تمام. دي سيليكون عازله من النار يعني ما بتسيحش مع النار. تمام تمام. ده نازل معانا في العرض دلوقتي عامل 4850. 4850 بكل التكوين بتاعه ده. كل ده التكوين ما شاء الله حلو قوي. طيب عشان بس بتاعت شركه الامراء فلازم يبقى مميز عن اي حاجه. ده طبعا اكيد. تمام. طيب احنا الواننا في ايه يا شريف؟ لا ده لون النبيتي ده بس التنجيل ده بس. الموف. تمام ماشي حلو. واحد التيفال ده بينزل. هو ده وحش يعني؟ ده العرايس كتير بيدوروا على الموف ده. عايز اقول لكم بجد حلو وتقيل ما شاء الله، والحاله نقيه جدا من جوه وناعمه. عايزين نقول بقى ان انت كعروسه بتجيبي كام طقم حلل؟ من طقمين لثلاثه، ولو عايزه تزودي طبعا براحتك، بس انت هاتي الحاجه الحلوه على طول. هتجيبي مثلا الاجدنز، هتجيبي اسمه ايه النيوفلام او السافلون او حتى النيوكلاين، ده ممتاز جدا وسعره قريب. فانت حاولي تجيبي الاطقم اللي انت هتجيبيها تختاريها، واحد ستانلس، واحد جرانيت، واحد تيتانيوم او تيفال. ده سافلون جرانيت 13 قطعه، ده المدور. ده المدور. تمام. ده عندنا ثلاثة حلة وطاجن وملاية وجريل ولبنة وكزرول. ان شاء الله طقم. يعني لو انت عروسة وفي بداية جوازك بتستعمليه، انت معاكي الثلاث حلل حلوين قوي عليكي انت وجوزك، ومعاكي الطاجن، معاكي القلاية والجريل واللبنة والكسرولة، كل دول اساسيين معاكي في اول الجواز بتجيبيهم تستعمليهم. فالطقم ده طقم المطبخ كده قمر قوي. طيب ده اسود جرانيت. الجرانيت اللي اسمه ايه بقى؟ السافلون. بينزل كام لون يا شريف؟ الغطا ستالس والبني والرمادي. بصوا فتحات التهويه اهي، اسود وبني ورمادي، جرانيت بره وجوه. أيوه. تمام. والسافلون طبعا ما شاء الله يعني غني عن التعريف. ماشي يا شريف تسلم ايدك. ما بيتفعلش عن الاكل. السافلون تركي والنيوفلام كوري، كلمتي الشهيره. عايز اقول لك، طب اقول لك على حاجه يا شريف، قابلت متابعه في مكان بصور فيه وقالت لي انت دايما بتيجي عند السافلون وتقولي السافلون تركي والنيوفلام كوري. حفظوا الجمله زي ما هي. ايوه حفظوها بس. اه حفظوها زي ما هي، متابعين لدرجه ان هو بيحفظوا الفيديو. ايوه ما هم بيحفظوا الفيديو، بس برضه بيجي الزبون يقول لك ازاي ده تركي وده المفلام الكوري، ففي زبون برضه بيتلخبطين بيتلخبط يقول لك ان هم لندن، فده خامات وده خامات.
انا الاثنين حلوين جدا والاثنين اعلى براندات، بس انا كشيماء انا لو هجيب انا بجيب السافلون. السافلون كل واحد بيجيب اللي حبه، ما في واحد بيحب كده وكده. مش كل واحد حابب منتج عايز اللي عايزه. بالظبط. تمام. معانا احنا في 13 كده ده المدور نازل معانا في العرض ب 9550. 9550 وسافلون يا جماعه ما شاء الله حلو قوي، خصمنا يعمل 9500 فقط لا غير. ما شاء الله، عايز اقول لكم حلو جدا الطقم ده. طبعا استعمال في الاول حلو. احنا معانا سافلون تاني مش كده؟ تمام. في المربع بتاعه. تمام. معانا بقى دلوقتي السافلون اللي هو كام قطعه ده؟ ده 13. ده 13 ده جرانيت. ده اربع حلل. تمام. ده اربع حلل وايه؟ اربع حله وصينيه مدوره. هو التشكيل اللي قدامي ده صح؟ ولبانه واثنين جريل. لا جريل وقلايه؟ لا اثنين جريل، جريل مسطوح للشعر وجريل مالس ما مش مضلل. قلايه هي قلايه. نفتحهم برضو مره نتابع. جريل وقلايه واربع حلل وطاجن فرن، وطاجن الفرن اللي فيه غطا حله بيركب عليه، ومعانا كمان لبانه برضو طقم ما شاء الله حلو قوي. دي الجريل. دي الجريل. بصوا اللي ليها تضليعه دي يا جماعه، دي الجريل حلوه قوي ما شاء الله. الساده تستعمليها جريل، تستعمليها برضو طبعا قلايه. ومعانا الطاجن ما شاء الله غويط جدا، يعني تحسي عالي الحيطه بتاعته عاليه كده زي الحله بالظبط. طبعا السافلون ما شاء الله غني عن التعريف، حاجه تقيله جدا ومحترمه جدا، واستعمله ما شاء الله لا يعلى عليه، وعن تجربه على فكره ما شاء الله. وانا جيت اخدت طقم بعد العيد اللي فات بعد ما صورت، اخدت طقم من هنا خطير بصراحه. طيب الطقم ده بكام؟ ده يعمل معاكي 10550. 10550 ما شاء الله، التكوين بتاعه محترم جدا. تمام. الدنيا في اسعار السافلون والنفلام باشا، شركه القمر مطرقعه الدنيا في اسعار النفلام والسافلون حقيقي. ومش بس كده، ده في كل حاجه 11 ونص و12 بره، بس احنا عاملين عليك تخفيض عشان خاطر عيد الاضحى وعشان خاطر عرس رزق القمر بتاعك. تمام. كل يبقى متواول الايد برده معانا. تمام. في حاجات تاني برده بتبدا معاكي من 1100 و1400 و1500. كل واحد على متناول ايده برده. بالظبط. هو عايزه كله موجود. تمام. تسلم. يعني انا في ناس بيكلموني يقولوا لي يا شيماء هو جهاز العروسه ممكن يعمل كام؟ ما هو اصل جهاز العروسه ايوه على حسب ما انت اللي بتحددي. جهاز العروسه ب 30000 جنيه هيلمني جهاز العروسه ب 30000 جنيه. بالظبط. موجود كل حاجه زي ما يعني انت اللي بتحددي هتجيبي غالي او هتجيبي وسط او هتجيبي رخيص، مش انا اللي بحدد. بالزبط. فانت على قد ما هتلاقي وهتجهزي من القمره برده. اي حاجه موجوده. يعني اي مستوى هتلاقيه من تحت لغايه فوق كله موجود معانا. عايزه عروسه ست بيت عايزه اي حاجه متناوله موجوده بامر الله. تمام. بفضل امر الله موجود اي حاجه متناوله للجميع. تمام. يلا نكمل. معنا كمان السافلون ده اللي هو المدور ده جرانيت. ده جرانيت. تمام. السافلون برضه. تمام حلو قوي. ده 10 قطع. ماشي اربع حلال وجريل وصينيه. اربع حلال والجريل والصينيه. معانا حلة اهو منه ما شاء الله، دي مقاس 28. مقاس 28 ما شاء الله. بصوا يا جماعه، لا خليك زي ما انت. بصوا السمك بتاعها ما شاء الله. وطبعا يا جماعه كل التفاصيل والحاجات اللي احنا بندور عليها موجوده قدامنا اهو، ما بتتفاعلش مع الاكل ما شاء الله. وتركي برضه مكتوب على الكرتونه بتاعته كده اللي هي عايزاه برضه قبل ما تاخد طعمها وبتاع، تتفرج عليه كله برضه عشان ما يكونش البراند اللي هي عايزاه. احنا عندنا منه بالظبط اهو يا جماعه، منه الرمادي والاسود والروز. تمام. الرمادي ومعانا البيج كمان. تمام حلو قوي. طيب الطقم ده معانا بكام؟ ده بيبقى عامل معانا المدور عامل 7250. 7250 ده المدور. تمام. طب وده بقى زي ما هو مقفول ده المربع ال10 بتاعه. ده ال10 ده بكام؟ دول اربع حلل اربع حلل وصينيه مربع والجريل. طيب بكام بقى؟ ده بيبقى عامل 8450. 8450. انتوا عارفين ده بره بكام؟ ده بره بارقام ثانيه خالص. طيب معانا ايه ثاني هنا؟ معانا ده التيتانيوم. ده التيتانيوم، بس احنا حاجات تيتانيوم. معانا بقى ده التيتي صغننه، دي اصغر حله فيه. حلو قوي. بصوا طبعا اليد بتاعته اللي هي اليد المنفوخه، احنا شفنا في حاجات اللي عدت اللي هي اليد بتاعته المغططه المحفور عليها السافلون اللي هو المربع اللي هو ده. المربع ايوه. بصوا ده بقى ده المربع برده اللي احنا بنقول عليه اليد محفوره عليه، انما اللي معانا دلوقتي اللي هو اليد المنفوخه، وبرده هنا في فتحات التهويه اهو، والغطا استانلس والحله مدوره وتيتانيوم يا جماعه. بصوا بقى التيتانيوم بيبقى عامل ازاي في السافلون، حاجه ثانيه. عايزه تاخدي تيتانيوم وانت مطمنه ان هو اصلي مش مضروب تعالي عند القمره، دي حاجه. الحاجه الثانيه افضل انواع التيتانيوم اللي موجوده في السوق بتاعت السافلون. طيب ده كام قطعه؟ ده اربع حلل والجريل وصينيه. اربع حلل والجريل وصينيه. ده معانا بكام يا ده شريف؟ بيعمل معانا 7350. 7 كام؟ 350. 7350 ما شاء الله حلو قوي. لسه معانا كمان الاجدنس، ده طقم ده عالمي يا جماعه، الحله بتاعته محترمه جدا، ومعانا ووك ومعانا طاجن مستطيل. افتكر ده الطاجن المضلع اللي عامل زي طب نفتح ونشوف.
بصوا بقى انا بحب الشغل ده، وريني يا ابني. بصوا الطاجن المدلع ده، انا يعني بصوا الحاجات المشويه انا بعشقها، بحب اشوي كتير. فالمساحه بتاعه دي جامده جدا، زائد ان هي الحيطه بتاعتها عاليه، زائد ان هي كفايه ان هي سافلون، كفايه ان هي اجدنس، بجد حاجه جامده جدا. ده ايه؟ سيراميك. ده سيراميك وفي منه الجرانيت. سيراميك عامل زي النيوفلام بالظبط يا جماعه، ما شاء الله. امسك يا ابني، ده ثقيله. ما شاء الله. دي كده معانا روز. طيب طلع لي حله برده يا شريف، ما شاء الله. معانا ومعانا الطاجن المستطيل اللي شفناه، ومعانا اربع حلل ومسكات سيليكون اربعه، ومعانا الجوانتي كمان، ومعانا طقم تنزيع. بصوا الحله بتاعته بالظبط كاني شايفه نيو فليم. دي سيليكون، دي باينه جدا. بصوا دي كده سيليكون تمام، وفتحه التهويه بتاعتها هنا اهي البخار، والحله ما شاء الله برده تدخليها الفرن زي ما هي كده، بجد حلو قوي ما شاء الله. بصوا الحله من جوه عامله ازاي، رهيبه 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 رهيبه. ده تركي ماشي، اهو وميدن تركي اهو، توزيع الحراري بالظبط والشياطه، حاجه محترمه جدا. ده الوانه معانا ايه؟ ده ست الوان، في منه ثلاثة سيراميك وثلاثة جرانيت. ثلاث الوان سيراميك وثلاث الوان جرانيت. ثلاثة سيراميك اهم والثلاثة الجرانيت اهم. معانا الروز والاخضر، الاخضر بتاعه برده حلو قوي، ومعانا الموف، ومعانا الاسود والموف، وايه ده؟ الرمادي جرين. جري. طيب معانا كمان اللون ده، مش عارفه رمادي ولا اخضر، مش عارفه. ماشي. الطقم ده قلنا بكم؟ ده بيعمل معاك في 5950. والله طقم عالمي، طقم عالمي. انا لو بجيب انا هجيبه، مش هتردد. كفايه الطاجن بتاعه ده قمر قوي ما شاء الله. معانا كمان الطقم ده، ده اللاينز يا جماعه، طبعا حاجه محترمه جدا. دي استيراد شركه الامراء زي ما احنا شايفين اهي فوق على اليمين. ده كام بقى حله وكم تكوينه ايه؟ اربع حله، صينيه ولبانه، طقم مربع، مرات طاسه كريب جريل، طقم التوزيع المسكات. يعني طقم كبير واستعمال، يعني اللي هو فيه كل حاجه انت هتستعمليها، مش تحتاجي تجيبي الحاجات دي فردريات لوحدها. طب ورينا يا شريف. ده تركي يا جماعه، موجود اهو، صنع في تركيا، وهتلاقي الحله برده والحاجه مكتوب عليها من تحت تركي. عندنا منه الوان، يعني معروض على الكرتونه اللون الموف، وهو فاتح لنا منه النبيتي كمان، ما شاء الله حلوه. طيب بصوا اهو لاينز وميدن تركي، طبعا احنا عارفين لاينز دايما استيراد، اي لاينز هنا يا جماعه في المكان استيراد الامراء. بصوا ما شاء الله حلو قوي، ده جميل. اليد منها فيها، تقدري تدخليها الفرن زي ما هي، والاكسسوري بتاعت الحله بنفس اللون، دي بتبقى حاجه محترمه جدا. طيب الطقم ده معانا بكام يا شريف؟ ده بيبقى عامل 6950. ما شاء الله بكل التكوين ده 6950. بصوا التوزيع الحراري، حاجه محترمه قوي، التخفيض بتاعها ما شاء الله، والتوزيع اهو ما شاء الله، يعني حاجه محترمه جدا. ايوه الالوان اهي، الوانه كتير. بصوا الوانه كتير، اخاف اغلط في حاجه. احنا عندنا البيج والجنزاري والكحلي والموف والنبيتي والمنت والجراي والايه والاسود تقريبا والبيج، الوانه كتير جدا. معانا بقى الطقم القمر ده، عايزه اقول لكم روشني من ساعه ما حط الكرتونه بتاعته، جميل جدا. انا بحب اصلا الحلل المربعه، فده ما شاء الله جميل، واليد بتاعته منها فيها، اللي انت برده لو عايزه تدخلي الفرن هتدخليه، والغطا بتاعه كمان جرانيت. دول اربع حلل وجريل واستيراد يا جماعه، شركه الامراء برده. طيب افتح لي بقى يا شريف، ومعاه المستكتين السيليكون، علشان هي دي ايه، دي الجريل، خليها. هو ده ضمان اللي وقع ورا ده ولا هنا؟ ده ما هو الضمان بتاعك، تعالى نكتب التفاصيل بتاعتي. التفاصيل مش الضمان. انا قلت يمكن نازل معاه ضمان ولا حاجه. نازل معاه ضمان في ال 24 وكنا مقارنينه بال 25 سنه. والله الجرانيت ال 24. حلو جدا ما شاء الله. الله ايه الجمال ده؟ ده معانا الحله الجديده اللي لسه هنا. ده حلو قوي. بصوا بجد حلو قوي، عجبني ما شاء الله. شايفين الحله عامله ازاي؟ فتحه التهويه بتاعتها من هنا اهي، شايفينها؟ ما شاء الله الحله جرانيت بره وجوه. اقلب لي الحله من تحت يا شريف. بصوا ده اكتيف وميدن تركي اهو، تمام اكتيف. تصدقوا اهو، كنت شايفه اسم الماركه، تمام. برده في الملمس بتاعه ناعم زي شوفيتو اللي على السفن. نمسكه ونشوف. جميل جميل ما شاء الله، حلو قوي حلو قوي يا شريف. دول اربع حلل، دي اكبر حله مش كده؟ اكبر حله 28. تمام ما شاء الله. طقم ده بكام؟ ده نازل معانا دلوقتي بالنسبه لنا احنا لسه جايبينه جديد، فعاملين عليه عرض رهيب جدا. قول. ده عامل 5650. بصراحه طقم تحفه، حلو. الساعه بتاعت الحله المربعه بتبقى اكبر من المدوره يا جماعه، يعني الطقم ده تجيبيه وانت مغمضه، وما شاء الله استعمال وخامه حلو جدا. معانا كمان الطقم ده حلو قوي، ده اسمه نايس كوكر، ده خطير، حلو جدا. انا حاسه انه يفليم نيوكلاين، قصدي ما هو تبع المصنع بتاع نيوكلاين، وعليه ضمان زي نيوكلاين 36 شهر، 3 سنين. والله دي شريحه واخدها شركه الامراء.
الاربع حلل والجريل يعني نايس كوكر ده نيو كلاين. نيو كلاين. طب افتح بقى ورينا ده 9 قطع 4 حلل وجريل يا جماعه ما شاء الله شبه النيو كلاين جدا. احنا هنشوف بقى دلوقتي. طب سعره ايه اقل من النيو كلاين ولا هما ميزوه بايه؟ لا هو متميز عن النيو كلاين بكتير. اه نيو كلاين نيو كلاين في نفسه قوي. النيو كلاين كم؟ دي حله 32. 32؟ انت صدمتني. النيو كلاين ما فيهاش حله 32 28 بالظبط. دي اكبر حله فيه 32. حله يا جماعه ضخمه. انا لسه بقول لكم ضخم زي النيو كلاين يعني. بصوا بجد الحله ضخمه. انا بعدت لكم شويه عشان تشوفوها. هو تيتانيوم. أيوة. هو دي الاشكال الجديده للتيتانيوم بالنسبه للنيو كلاين. لكن الناس بتقول عليه جرانيت بس ده تيتانيوم تمام. ده خامات كوري. تقفيل مصري ولا تقفيل مصري خامات كوري. اه حلو قوي ما شاء الله. طبعا دي بتبقى سيليكون يا جماعه وفتحه التهويه بتاعته اهي تمام في اللي هو فات اللي بيخرج منها البخار. حاجه محترمه وتقيل. انا مش هقول اشيلها لان انا عارفه شغل النيو كلاين ما شاء الله يعني بيبقى تهمه. طيب دول ما شاء الله يعني تكوينه حلو قوي. اربع حلل وجريل ومسكتين 36 شهر اهو. حاجه محترمه جدا تبع شركه الامارات. ده بكام بقى؟ ده بيبقى عامل معاك 3650 والحاله 32. ما شاء الله ده جميل. ده كده لازم من شركه الامارات. طب الوانه ايه؟ ده الالوان بتاعته اهي. بصوا الالوان قد ايه. خلينا نبص تحت هنا. بصوا الوانه كتير وحلوه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انت كسبانه لو جبتي الطقم ده. الطقم ده حلو قوي. طبعا انت بتجيبي اكتر من طقم. ده تيتانيوم ممتاز جدا بستعمل منه برضو. انا عندي حاجات كتير قوي في الحلل بستعملها. عمال اقول لهم ده عندي ده عندي. الناس كوكر ده باحجام ان شاء الله ال10 وال12 وكده تمام. طب امر الله كل حاجه متوفره. انا عموما عشان بس انا عندي حاجات كل ما بشوف حاجه اقول اللي عندي منها. انا في جايبه طقم من حاجه والحاجات التانية بجيب منها فردانيات. لازم استعمل كله عشان الناس لما تسال ابقى عارفه. مش كده لازم اجرب واقول. لا بجد النيو كلاين ممتاز جدا ومقاسات الحلل بتاعته بتبقى محترمه جدا. لسه معانا بقى نبدا في شغل. ورينا الاول ده وبعدين نشوف الثالث مع بعض. الطقم ده برده لافت نظري قوي. اليد بتاعته وتفاصيله مختلفه حاجه غير. عارفين التوب شيف اللي كان مكسر الدنيا ده عامل زيه. بصوا التفاصيل. الله دي سيليكون. ايوه الجمال ده. بصوا يعني مش ممكن. انا هاخدها وانا ماشيه. دي خطيره. بصوا والحله ناعمه من جوه ناعمه جدا والحيطه بتاعت الحله بصوا قد ايه ما شاء الله بجد خطير. طيب ما شاء الله مش شايفه مكتوب ايه. ميد ان ايجيبت مكتوب. أيوة. انا بحترم جدا الشركات اللي بتحترم العقول بتاعت الناس. ما نقعدش نقول ده تركي وهو مصري. أيوة. وهو التوب شيف مصري بس ده قلنا ايه اسمه بايركس. ماركه بايركس. اه والحله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بايركس الفرنساوي في بتاعتها برضو معروفه وثابته وجودها في خاماتها كلها. الحاجه الفرنساوي بيكتب عليها فرنساوي والحاجه المصري بيكتب عليها مصري. شركه محترمه جدا لا بس جامد جدا. حط الغطا بقى عشان اصلا شكل الغطا عاجبني. لا استنى معلش انا اسف. بصوا الغطا من جوه التحبيبه اللي فيه دي علشان تضمني توزيع حراري فوق زي تحت توزع لك البخار جوه على الحله كلها. بجد خطيره. لا انا الطقم ده عجبني. وفتحات التهويه من هنا اهي. شايفينها عامله ازاي؟ اثبت زي ما انت اهي يا جماعه. هنا مقفوله وهنا فتحه التهويه خطيره. لا الطقم ده عجبني عجبني قوي على فكره والله. مش قصدي بس لا والله فعلا عجبني. هو طقم شكله شيك برضه وحاجه لسه مختلف. طقمه مختلف تمام. بصوا والقلايه شكلها لا لا ده خطير. الطقم ده بكام على ما تفتح القلايه؟ لا الطقم ده بيبقى عامل معانا نازل في العرض ب 4950. حلو قوي حلو قوي قوي بصراحه جامد جدا. وادي القلايه. بصوا الشياكه يا ربي على الجمال والشياكه. بصوا طبعا هنا مربوطه اهي بمسمار. اه ما انا ببص بشوف اليد متينه ولا لا. لا ومربوطه بمسمار مش لازق فدي حاجه كويسه. وهنا فعلا اليد بعيده الحته سيليكون بعيده عن القلايه نفسها والتوزيع الحراري. لا خطيره. هيبقى مبعد لك ايه. انت بهرتني يا شيخ. انت بهرتني. خمس حلل تمام. عندي منه الاعداد بتاعته. في الحاله اللي في حله 28 وفي حله 230. ده اكبر حله ايه؟ 28. 28 تمام. عندنا التكوينات الثانيه. الحله كبيره المقاسات صغيره زي ما هي والحله الكبيره بتتغير. مقاس 28 قلنا و30 و32 30 و32 تمام. بصوا الحله عامله ازاي. طلع عادل والغطا بتاعها هو البومبي واليد ما شاء الله كده جايه بسلاسه حلوه. وقاله لي بقى من تحت كده. طيب ده كده تبع شركه دريم 18 على 10
تمام حلو قوي. طيب دول كده قلنا خمس حلل. ضمان سنتين حلو قوي. اي حاجه حصلت ضمان للشركه مش هيحصل له حاجه ان شاء الله يعني. لا ما هو برضه عشان برضه ما حدش بيقول انك انت بتودينا تقول لنا الشركه ما لهاش دعوه روح للوكيل بتاعه. ده احنا عند الامراء اتقل ناس في السوق. لا 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 احنا عند الامراء اتقل ناس في السوق. انا دايما بقول لكم انا عن نفسي باخد حاجتي من هنا من عندكم. فما شاء الله الامراء هنا يا جماعه ناس ليهم وضعهم في السوق وناس مستوردين وتقال قوي. فانت تعالي وانت جمدي قلبك كده وما تقلقيش. احنا قلنا الطقم ده بكام؟ ده بيبقى عامل 2950 حله 28. 2950 خمس حلل. 2950 خمس حلل الستانلس 18 10 عم. احنا مدلعينهم النهارده. معانا ضمان سنتين. تمام. طيب معانا بقى الزينوكس ده انا بعشقه. زينوكس مصري بس عليه ضمان 25 سنه. حاجه محترمه جدا بتجيبيه وتنسيه. واحسن استانلس المصري لو انت حابه تجيبي مصري احسن استانلس المصري هاتيه وانت مطمنه وما تخافيش. هتجيبي استانلس تاني عندنا برضو انواع كتير. عندنا كركماز ممتاز. عندنا الارشيا محترم جدا. فانت عندك الاختيارات كلها متاحه هنا عند شركه الامراء. وبرضو لو حابه حد عايز استانلس كركماز موجود ارشيا. ما انا لسه بقول انواعه كله بالظبط. والارشيا ممتاز يا جماعه تاخديه على ضمانتي بجد هايل. كده فتحنا حلة من الزينوكس ما شاء الله بجد. بصوا مراية يعني انا واقفة شايفة نفسي فيها حلوة قوي ما شاء الله. هي التوزيع الحراري بتاعها محترم جدا. طبعا احنا قايلين ان هو مصري وطبعا بيتكتب عليه ما شاء الله تبع شركة الزنوكي. حاجة محترمة جدا 18 على 10 حاجة ممتازة جدا ما شاء الله. الستانلس بتاعها ستانلس بيور على المغناطيس ومكتوب على الحلة هنا برضو اهو. استنى مكتوب على الحلة هنا برضو زينوكس اهو. تمام ما شاء الله. دي حلة مقاس كام ما شاء الله؟ بصوا المعيار الداخلي ليها اهو موجود. دي تاخد بطاية محترمة كده ما شاء الله يعني. وتاخد كذا كيلو لحمة ان شاء الله يعني لو جبت لحمة في الوقت ده. دي كده معانا بكام النهاردة؟ ده بيبقى عامل معانا 2850. والله يا جماعة ده قمر. بصوا طبعا شركة الزنوكي اهو زي ما قلت لكم. وطبعا زينوكس و10 قطع و18 على 10 ضمان 25 سنة. والضمان بتاعه جوه الكرتونة. وزي ما احنا شايفين كده ما شاء الله خمس حلل عظمة مقاساتهم كلها محترمة جدا. 2850 ما شاء الله بجد حلو قوي. معانا طقم الستانلس ده كمان. دول خمس حلل ولا اربع حلل؟ خمس حلل ما شاء الله. في حله عزايم الحله اللي احنا مطلعينها دي ما شاء الله. بصوا الحله نصها لامع ونصها مط. طبعا مط ده حاجه مهمه جدا. توزيع الحراري للحله محترم جدا. اقلبوا لي من تحت كده يا شريف. مصري ولا تركي؟ مصري برضه. مصري تمام. بصوا كل التفاصيل موجوده. اعملي سكرين وكبري براحتك خالص. 304 اهو مكتوب. طيب دي مقاس قلنا 30؟ مقاس 30 وفي 32. وفي 32 كمان ما شاء الله. الحله الساعه بتاعتها كبيره. المقاسات اللي تحت كده بتبقى المقاسات الصغيره اللي هي يا دوب على قدك انت وجوزك في الاول. تمام. يبقى احنا معانا اربع حلل وحله عزايم يبقوا خمس حلل. الطقم ده معانا بكام؟ ده معانا في العرض 2650 ومعانا الحله ال 32 2750. تمام. احنا كده قلنا سعر الطقمين. الطقم ده والطقم اللي هو فيه الحله ال 32 كمان. تعبتك معايا يا شريف. لا يا باشا اللي يهمك. تسلم الله يخليك. نزلتك يوم اجازتك وتعبتك معايا. عشان متابعينا وحضرتك برضو ان احنا جايبين عندهم فتره كبيره فلازم نجيب لهم حاجه جميله. تسلم. واخترنا الوقت ده برضو عشان نوصل براحتنا برضو منتجات ونعرف نشوف اللي احنا عايزينه. تسلم يا شريف تعبتك معايا. وخلي احمد قاعد في البلد زي ما هو. انا اهو عارفه انه هيشوف الفيديو وعمال اقول له كل شويه. ان شاء الله هيجي بالسلامه. بس ان شاء الله قاعد شويه مع الحاج بس كده. يجي بالسلامه يا رب ان شاء الله. الله بعد اذنها يبقى منور معاكم الدنيا. وانت كمان تنور معانا. انت اصلا منور معانا الدنيا. تسلم يا شريف بجد. الفيديو كان مميز واتبسطت جدا انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.